السلام عليكم أعزائي الطلبة، السلام عليكم أعزائي المشاهدين. أرحب بكم في هذا الفيديو البسيط والفكاهي والمفيد. طبعا معلومة، احنا بالعراق دائما نستعمل للرز، الرز نستعمل كلمة تمن. تمن ليش احنا نستعمل كلمة تمن؟ مع العلم انه المفروض نقول رز، بس احد التفسيرات انه الانجليز البريطانيين من دخلوا العراق بالحرب العالمية الاولى، طبعا في منطقة البصرة رفضوا اهل البصرة انه يعني يبيعون التمن، يبيعون الرز على البريطانيين. اوكي، فاحتاج الجيش البريطاني طبعا للتموين للاكل للهذي، فأرسلوا طلب وين للحكومة البريطانية أنه تزودهم بالرز. فإجا الرز من هذا البسمتي اللي هسه احنا نقول بسمكي. من إجا الرز عليه علامة طبعا 10 رجال، 10 أشخاص، ويعني الظاهر يعني في وضع معين أو كل واحد ماسك إيد الثاني. الكيس أو العلامة كان عليها 10 رجال، وش مكتوب؟ مكتوب 10 men، 10 men يعني 10 رجال. فمن جت الحمولة، جت يعني كمية الرز اللي اجت للبصرة، فمن اجوا الانجليز كانوا يعني يستأجرون الحماميل، حمالين العراقيين، ويقولوا لهم شيلوا، فيقول له bring 10 men 10 men، يقول له 10 men 10 men. الماركة اللي هي الكيس اللي يعني مرسوم عليه 10 رجال 10 men. فتصور صوروا العراقيين ذاك الوقت انه 10 men، طبعا اكيد اللغة تكون سريعة ومدموجة 10 men 10 men 10 men، فعبالهم 10 men يعني 10 men، و 10 men يعني الرز، فمشت. معلومة طريفة اعزائي، اتمنى لاقتلكم، تقبلوا تحياتي والى اللقاء.